صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فخر في الاحتفاظ بحضارة الأمم الهالكة وجعل المتاحف والمجسمات لملوكهم وأدواتهم وغير ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز العناية بآثار الكفرة، خصوصا ما له علاقة بعبادة غير الله كالأصنام، لا يجوز البحث عن هذا، هذا لا يجوز عنه، لأنه بعث للوثنية. ولئن كان الجيل الحاضر عندهم إيمان وعندهم علم يأتي جيل آخر فيما بعد. الشيطان حاضر، الشيطان حاضر، هو الذي أملى على عمرو بن لحي الوالي على أهل مكة، أملى عليه أنه يحفر الأوثان التي انطمرت تحت الأرض ويخرجها يوزعها على القبائل، ففعل هذا وحدث الشرك في أهل الحجاز وتركوا ملة إبراهيم بسبب هذا، بسبب الأصنام التي وزعت عليهم. والشيطان دائما موجود وحاضر، فلا يجوز العناية بآثار الكفر وآثار الشرك، نعم، تجميعها نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم أتلف الأصنام، أتلفها وحطمها وأحرقها، كيف أن نبحث عنها وننميها وننمقها ونجعلها مزار؟ لا يجوز، نعم.